السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، إن شاء الله سيتجدد اللقاء من جديد بتهيئة أو إنجاز التمارين عن طريق السبورة. كثير من التلاميذ طلبوا مني أن أعمل على السبورة، فقد استعملت التابلت ولم يكن هناك فائدة، لذلك رجعت إلى السبورة من جديد. إذا عندنا في التمرين 71 صفحة 57 من المفيد في الرياضيات الثالثة إعدادي، طلب منا باستعمال المسابقة الهامة الخاصة ب أ ناقص ب الكل أسي 2 أن أبين أ أسي 2 زائد ب أسي 2 أكبر من أو يساوي 2 أب. ونحن نعلم أن فيت هذا يدخل في درس الترتيب والعمليات، سيتادير لونتخ دون نو كوغ ديزوردر. Et donc, on a demandé de déterminer que a carré plus b carré est supérieur ou égal à 2ab. Pour appliquer a moins b le tout au carré, il faut faire l'addition entre a carré plus b carré et 2ab. Bimena. لكي أبين أن A أسي 2 زائد B أسي 2 أكبر من أو يساوي 2 AB، سوف أستعمل الفرق وسأقارن A أسي 2 زائد B أسي 2 مع 2 AB. هذا هو المعنى الحقيقي لهذا السؤال. إذا لدينا الفرق هو كالآتي، لدينا A أسي 2 سوف أقوم بوضعها بين قوسين ناقص 2 ب تساوي، هذه هي المستغرقة الهامة الثالثة إذا قمت بما يعني المستغرقة الهامة الثانية أ زائد ب أ أسي 2 زائد ب أسي 2 ناقص 2 أب. نحيد الأقواس، هنا حصلت على التعبير ديال المستغرقة الهامة الثانية. المستغرقة الهامة الثانية هي كالآتي: أ ناقص ب الكل أسي 2 تساوي أ أسي 2 ناقص 2 أب زائد ب أسي 2. ونحن نعرف أن الجمع تبادلي، يعني يمكن وضع ناقص 2 أب في الأخير، ستعطينا أ أسي 2 زائد ب أسي 2 ناقص 2 أب. إذا فهذا التعبير هو ماذا؟ هو المستغرق الهامة الثانية اللي هي أ ناقص ب الكل أسي 2. إذا l'écriture a aussi a carré plus b carré moins 2ab c'est l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Puisque a moins b au carré ou tous les nombres qui sont mis le puissance c'est un nombre pair, c'est-à-dire a des zougis فاش يكون عندي الأس عدد زوجي، لو نومبغ تي بوزيتيف، سيتادير كو تو لي نومبغ كارمي لو بويسونس بار إي بوزيتيف، كيلكو سوا أ أبارتيان أ إر، كيلكو سوا أ أبارتيان أ إر. C'est-à-dire à l'ensemble des nombres réels. إذن جميع الأعداد التي أسها عدد زوجي فهي أعداد موجبة. إذن A ناقص B الكل أسي 2 فهو عدد موجب. ولدينا A ناقص B لو تو أو كاري بوزيتيف، يعني ان أ ناقص ب الكل أسي 2 عدد موجب. إل دونك كوا سيتادير يعني كو الفرق اللي عندي هنا فهو موجب، أ أسي 2 زائد ب أسي 2 موان 2AB غيكون تاهو بوزيتيف، غيكون تاهو عدد موجب. فهذا المعنى إذا كان الفرق موجب كيعني أن
العدد الأول كبر من العدد الثاني، يعني أن العدد الأول كبر من العدد الثاني. ومنه فإن A ناقص B، عفوا هنا A أس 2، عفوا A أس 2 زائد B أس 2 أكبر من أو يساوي 2 AB. ناخذ مثال بالأرقام حتى يفهم الجميع. مثلا لدينا 5 ناقص 7 يساوي كم؟ ناقص 2. العدد الذي حصلت عليه عدد سالب، واخا؟ إذا لو نومبر كو جي سي سي ان نومبر نيجاتيف. إذا كان هذا النومبر نيجاتيف شنو كيعني؟ كيعني أن le premier nombre de l'addition est inférieur à la deuxième, c'est 7. C'est-à-dire que 5 est inférieur à 7. Si tu avais 10 moins 4 égale à quoi? Égale à 6. Résultat, le résultat est positif. Si tu fais l'addition de deux nombres et t'en donnes un nombre, le résultat, il te donne un nombre positif. Tu dis que le premier nombre est supérieur de la deuxième. Ok? C'est comme ça que je fais cet exercice. Il faut faire le farq. C'est-à-dire le farq. Il est quand même négligé le sens homogène. هذا يعني أن العدد الأول كبر من العدد الثاني. إذا كانت النتيجة اللي وصلت لها سالبة، فهذا يعني أن العدد الأول صغر من العدد الثاني. وهذا اللي عندكم في الخاصية. Si tu avais A moins B inférieur à 0, c'est-à-dire A يعني A inférieur à B. Si tu avais A moins B supérieur de 0, هذا il t'a donné que, c'est-à-dire que A est supérieur 2B. واخا اذا هذا هو التمرين ديالنا او كما طلبوا منا. اذا لكن شي اجتهاد فهو بالتوفيق من الله تعالى، وكان شي غلط فهو مني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.